ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها؟ لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها، وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم، يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة، سواء كان من أبناء سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات.